going to اللي بمعنى سوف، going to مش بمعنى يذهب، going to هنا بمعنى سوف. اعرف ازاي؟ لان going to اذا جه بعدها مكان تبقى بمعنى يذهب، لكن جه بعدها فعل يبقى بمعنى سوف. دي بقى going to اللي بيجي بعدها فعل بمعنى سوف. وهي going to لازم يكون افتكر قبلها لازم يكون يجي ايه am او اذا are، وبعد going to بيجي الفعل في المصدر بدون اضافات. تاني going to بيجي قبلها am او اذا are، لان في طالب كتير يكتب في الامتحان ايه I going to وينسى am، I am going to، أقول he going to وينسى he is going to، أو يكتب they going to وينسى they are going to. يبقى لازم going to يجي قبلها ايه am او is or are، وبعدها بيجي ايه مصدر الفعل، يعني الفعل بدون اضافات. ناخد مثال I am going to play tennis، انا سوف العب تنس. بيقول لي not in في الجملة، نفيها سهل جدا، باجي بعد am او is or are واحط ايه not، تبقى I am not going to play tennis، انا سوف لن العب تنس، مش هلعب تنس. I am going to play tennis نفس الجملة، أنا سوف ألعب تنس، بس هنا بيقول لي اسأل بوات ماذا، يعني ماذا سوف تفعل، هتبقى what are you going to do، ماذا سوف تفعل. عملت ايه؟ حطيت أداة فاميليا what و I am حولتها are you. ليه؟ لأن بقول أنا سوف ألعب تنس، اللي بيسألني بيقول لي هل أنت سوف تلعب تنس، يبقى ال I بتتحول ل you، وبالتالي you ما بتاخدش am، you بتاخد are. طيب وعكست ليه بقى يو ار خليتها ار يو؟ لان في السؤال بعكس، في الجمله العاديه بجيب فاعل وبعدين فعل، لكن في السؤال بجيب الفعل قبل الايه الفاعل. تبقى الجمله وات ار يو جوينج تو دو، ماذا سوف تفعل. اي ام جوينج تو تنس، انا سوف التنس. واحد هنا اول ما يشوف جمله زي كده يقول لك الاي ان جي بلاينج، لا طبعا هنا جوينج تو بيجي بعدها الفعل في المصدر بدون اضافات، يبقى اي ام جوينج تو بلاي. طيب تاني قال لي فيها ام يا استاذ، طالما فيها ام يبقى ياخد ايه الفعل مع اي ان جي. لا ام هنا في جاي بعدها جوينج تو، لو ام بس ومفيش جوينج تو اقول ام اي ام بلينج، لكن هنا في جوينج تو، يبقى دي قاعده جوينج تو. جوينج تو بيجي بعدها الفعل في المصدر بدون اضافات، يقول ايه اي ام جوينج تو بلاي تنس. المثال اللي بعده اي جوينج تو بلاي تنس، هنا بقى جايب جوينج تو وعايز اللي قبلها ام ولا از ولا ار. طبعا الاي بتاخد ايه ام، يبقى I am going to play tennis.